يلا شباب يلا يلا حبيبي يلا يلا كان عبوة محطوطة على طرف الطريق في منطقة الرميلة موجهة نحو السيارة اللي كان يعتقد أنه المقدم شحادي فيها. المقدم شحادي كان بسيارة تمويه أخرى. أكيد نحن عندنا شهيد متأسف له جدا وعدة جرحى. المقدم شحادي بحالة ممتازة. أنا أشجع كل الطيران العربي أن يكسر الحصار، لأن أنا متأكد لا تستطيع إسرائيل أن تفعل شيء، ما تستطيع. هل تقصف طائرات مدنية؟ يعني هذه جريمة كبرى سوف تكون، ولا أعتقد الإسرائيليين سوف يجرون على عمل شيء من هذا النوع. في الحصى قبل لا بس واحد عم يشتغلوا نفس الشيء. ثاني واحد هذا العمل إرهابي في تحقيق سيقوم به رجال الأمن ونتمنى أنه يوصلوا إلى الحقائق.